ومن الموطن الصغير نرود الأرض، نذري في كل شط قرانا، نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا، ونبني أن نشأ لبنانا. ومن إذاعة صوت لبنان حكاية الانتشار اللبناني. فجر كابوسي لم ينتهي بعد، بدأ مع حلول يوم 6 شباط، ارتجت الأرض واستيقظ النيام من عالم الأحلام إلى هلع اليقظة. زلزال مدمر ضرب تركيا سوريا وطالت ارتداداته منطقة الشرق الأوسط، مأساة إنسانية واجتماعية، أكثر من 44 ألف ضحية، أنين ونداءات للإغاثة من تحت أبنية متصدعة على ساكنية، آلاف الأسر المشردة بظل انقطاع شبكات الغاز الطبيعي والماء والطرق، وبرد قارس بينخر العظم. دول عديدة، جمعيات وفرق إسعاف وإنقاذ سارعت من كل أنحاء العالم للمشاركة بعملية انتشال الضحايا والناجين من تحت الركام. ولبنان يلي خسر ضحايا بهالزلزال شارك أيضا بالبحث والإنقاذ من خلال فريق توجه إلى تركيا. وضيف حكاية الانتشار باستوديو قائد بعثة الكشاف المسلم بلبنان إلى هاتاي التركية محمود ماضي، برحب فيك معنا اليوم، وإضافة إلى ضيوف آخرين عبر الهاتف وتطبيق زوم، الناجي من الزلزال باسل حبقوق، مريم عطلة المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتركيا، وعماد بزي مدير التواصل بمنظمة إنارة. المشاهدين والمستمعين فيكم تتابعونا بالصوت والصورة عبر vdl.me والابليكيشن، مواقعنا على التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5. محمود ماضي قائد بعثة الكشاف المسلم بلبنان إلى هاتاي التركية، برحب فيك اليوم معنا بصوت لبنان صوت وصورة، وأكيد بقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وأنا كمان بوجه التحية لك على استضافتك لنا، وبحيي هالإذاعة العريقة اللي هي صوت لبنان. أستاذ محمود، بداية شو اللي دفعكم لتشاركوا بفرق الإنقاذ والبحث بزلزال تركيا؟ بداية يعني شعورنا بالهزة اللي صارت بنفس الوقت نحن ببيوتنا ومع أولادنا، والحالة النفسية اللي صابت الأولاد والأهل ببيوتنا، خصوصا يعني انت نايمه بفرشتك بتختك يركض الاولاد عم يبكوا لعندك، هذه اول لفتة توجهت لي شخصيا. ثاني شيء، نحن في علاقة طويلة تمد الى اكثر من 15 سنة مع الكشاف التركي، نشارك نفس المخيمات ونقيم نفس الاحتفالات ونقيم نفس الدورات، فكان الهدف الأول يعني أنا بعد ساعتين من الزلزال قمت باتصال بالقائد وسام حجار اللي هو الصديق واللي دائما بشارك معي بدأ، قلت له لازم نتحرك، لازم نعمل أي شيء، وطلعت المبادرة من هذا الوقت. صباحا أطلقنا هذه الحملة وبلش يتجمع عنا، اللي تجمع عنا أعداد كبيرة، ولكن كان يعني الطاقة الاستيعابية لنا والهدف تاعنا ما بيتحقق بالعدد الكبير، لازم ناخد متخصصين، لازم ناخد أصحاب خبرة، هيك انطلقت الفكرة وهيك قمنا بأول خطوة، وكانت تلقفها الأتراك بكتير رحابة صدر، والأستاذ الوزير رح أرجع أقول ياسين جابر، هو ناصر ياسين، فكمان هو شجعنا وأيدنا بهالفكرة، وكان هو يعني بالفعل الداعم الأساسي لنا بهيدي الحملة. وجودكم كان بهاتاي التركية ولا كمان بالمناطق؟ نحن تقسمنا فرقتين، وصولنا كان لمطار أدنى، كان بعد مطار هاتاي ما يعني بعد ما اشتغل مطار هاتاي، كنا رايحين على المطار لننتقل بالمروحيات، ولكن نحن المعدات اللي كانت معنا والأداة كانت كثيرة، فما استطاعوا ينقلونا بالمروحيات، انتقلنا بباص أخذ معنا وقت منيح لوصلنا على هاتاي. تقسمنا لمدينتين، أنطاكيا ومدينة تانية بهاتاي،
هيدي الفرق اللي نحن اشتغلنا فيها. كانت مهمتنا بالأساس 12 منا، نحن كنا عددنا 34، كان 12 منا هن اختصاصيين بالإنقاذ، ولكن كان الوقت تعدى فترة الإنقاذ اللي نحن بنشتغل فيه، صار وقت الناس اللي أكتر مع اللي معهم معدات أكتر. نحن معداتنا متواضعة، عم نشوف صوركم بإمكانيات متواضعة، وكمان كمان نحن عندنا خبرة بالموضوع الإنساني وموضوع الإغاثة، فاتجهنا فريقين لإعادة ترتيب كل المواد اللي بتجي عم تجي إغاثية من ألمانيا، من أبو ظبي، من كل البلدان، كان عم يوصل من أذربيجان، من الولايات التركية، أرزيروم، إسطنبول، كانت عم توصل لعنا. كان الحمد لله فريق اللبناني كان من أنشط الفرق، هو كان هون الفريق بالمطار. يمكن صوركم صحيح، هيدي بالمطار وهيدي بأنطاكيا، هيدي الصور وهيدي هون بالمطار عند استقبالنا، يعني عند استقبالنا وقت العودة. فرقنا كانوا، نحن كنا عم نشتغل بالتنسيق بالأساس مع الكشاف التركي، ولكن مع أفاد، لأنه أفاد هني هيئة الكوارث بتركيا، والهلال الأحمر التركي، وفي شيء عندهم شيء اسمه آسيا اللي هني تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية. نحن بهمة الشباب اللي هني من البقاع، من بيروت، من الجنوب، من الشمال، من عكار، من كل المناطق، من مرج عيون، من الإقليم، من كل المناطق اللبنانية، كان معنا مجموعة كتير الحمد لله بالفعل أبطال. كانوا يعني باللبناني هون عم بينظموا المساعدات يلي عم توصل. صحيح، بهالصورة صحيح، هذا الفريق كان هو عم يفرز المساعدات الغذائية لوحدها، الثياب لوحدها، الحرامات لوحدها، الخيام لوحدها. استطعنا نشتغل بثلاث مستودعات، كل مستودع يعتبر أكبر من ملعب فوتبول، وكنا مثل بقولوا بيضنا الوجه ورفعنا اسم لبنان، لأنه كانوا عم يتخانقوا علينا أي فريق بده ياخدنا. شعب لبنان دايماً رفع على أمل مسؤولين ويرفعوا اسم لبنان. أستاذ محمود، خبرنا على الأرض بظل برد كتير قارس، رائحة الموت يعني متصاعدة، كيف كان عملكم؟ والله يعني أنا بتدمع عيني كل ما أذكر هالموضوع، لأنه يعني نحن اخدين تجهيزاتنا ولابسين كل تيابنا وما مخليين اي امر خلل يكون في عنا، وكنا بالليل عم نموت برد. نحن كنا نايمين بمخيم، بخيمة فردية شخصية، كنا بالليل عم بتكوا سناننا على بعض من شدة البرد، عم تنزل الحرارة لتحت الخمسة، تحت الصفر. فكيف الناس اللي بالعراء، كيف الناس اللي يعني أنا في عندي بوست على الفيسبوك أول يوم وصلت قلت فيه رائحة الموت تملأ المكان. أنا خدتها من عندك كنت عم تابعك على السوشيال ميديا وحسيت بوقع هيدا الشيء لمن شفت شو حضرتك كتبت. الأتراك كتير احترموا الشعب اللبناني وقت اللي شافونا عم نشتغل نحنا، بس هن بحالة مأساوية بالفعل، يعني الحالة الإنسانية اللي عندهم، الوضع المأساوي، الوضع الكارثي اللي هن فيه، الله يكون بعونهم والله يبعد عنا هذه الضربات وما يجربنا نحن، لأنه نحن وضعنا بالمثل اللبناني اللي بيقولوا لا تهزوا واقف عشوار، نحن لحالنا واقفين عشوار، فكيف إذا بيصيبنا هيك أمر. الشغلة اللي هي كانت عم بتونسنا أنه هن كانوا وين منروح، اي مكان منروح فيه، كنا نتقابل بالزقيف، كنا نتقابل بالتهليل، كنا نتقابل بالعبط والبوس والاحترام، كان هذا عم يعطينا بوش اكثر، الدافع اكثر لانه نحن نشتغل اكثر. نحن كنا الفريق الوحيد اللي غير تركي موجود بهيدي الاماكن، بهيدي الاماكن الاغاثيه. كنا عم نشتغل ثلاث اضعاف، يعني ثلاث شفتات مثل ما بيقولوا، ولكن عم تريحوا بعضكم يعني. لا لا لا، كنا عم ناخذ بريك ساعة نرجع نشتغل شفت ثاني، ناخذ بريك ساعة نرجع نشتغل شفت ثالث، كنا عم نظهر الساعة 9:30 من المخيم، عم نرجع الساعة 11:30 بالليل، ليل نهار يعني، ليل نهار. كان التعب الصور.
كانت الزلزال يا الله كانت تعب، كانت تعب هو بالنوم. صدقيني ما كانوا الشباب عم يتعبوا بالشغل، كانوا مبسوطين انه هن عم بيقدموا شيء انساني، كانوا عم يتعبوا لما يروحوا بدهم يرتاحوا ويتذكروا هالمناظر ويتذكروا هالحالات اللي عم يشوفوها، والبرد كان عم ينخر عظامهم مساكين. يعني كانوا عم يعني ما بين برميل الحطب اللي مولع وبين نومتهم، في ناس كانت عم بتنام تتكى هيك حد برميل الحطب لتقدر تنام لتكون دفيانه. وهذا شيء منيح يعني بدربنا وبيعطينا دافع قوي لانه نكون افضل وافضل بكل موقع انساني بغض النظر وين كان ومع مين كان وكيف ما كان. هيدا امر انساني لازم كلياتنا نشتغل عليه ونلبيه، وهذا طبع اللبناني اصلا. ضاينوا اكثر من 200 ساعه تقريبا تحت الانقاض وانتشلوا احياء، شو اللي برايك ساعدهم؟ هلا نحن ما ننسى الموضوع التقدير الالهي اللي هو الله سبحانه وتعالى بيحمي بعض الناس بقدره بقدرته، ولكن كان في حديث مع احد الاشخاص اللي هن مسؤولين عن الانقاذ، كان عم بيقول انه غالبيه الاموات كانوا يا اما خارج بيوتهم، يعني يا على مدخل الدرج على مطلع الدرج او بالاسانسيرات او عم يتحركوا بمكان ما كانوا ثابتين. غالبيه الناس اللي كانت نايمه بمكانها او هذا هن اللي كانوا محافظين على، بعدين في بعض الناس هن اللي نجيوا، يعني هن اللي نجيوا وفي ناس كان عندهم مثل فراغ بمنطقتهم او بالمكان اللي هن فيه، يعني كانت غرفتهم عامله لهم فراغ كانوا قادرين يتحركوا ياكلوا يشربوا. كانت الفرق الانقاذ عم تعمل تونيل بقلب الدمار وبقلب الكذا ويسحبوهم منهم. في عدة أسباب يمكن باسل حبقوق صار معنا، هو بيخبرنا أكثر الناجي من زلزال تركيا سوريا. باسل صرت معنا؟ عم تسمعني؟ نعم. أول شيء أكيد بنقول لك الحمد لله على السلامة، رجعت سالم، بعرف إنه فرحتك ما اكتملت لأنه صديقك الياس حداد توفى. خبرنا كيف أمضيت 52 ساعة وخرجت سالم من بعده. شو بدي أخبركم، يعني في شعور كان كتير بشع. واحد يحس حاله قاعد بقبر هو طيب، بس كان عندي إرادة كثير قوية إنه أنا مازلني أنا طيب، مازال مني مجروح، عرفت إنه مني مجروح بس حالي زي حالي إنه ما عندي لا جرح ولا عندي كسر، ردات وشوية هيك يعني ردود خفيفة جروحة خفيفة، ما عندي جرح بليغ. كان عندي إرادة قوية إنه أطلع، كنت صلي، كنت أفكر بأهلي، أفكر بأولادي، أتخيل ونحبي، كل هالشي ساعدني. كانت معنوياتي قوية إنه خلص لازم أظهر من هون. كنت عم كل الوقت عم عيط، عم صرخ أطلب النجدة، معي أفضل عم ضل خبط فيه حتى ينسمع الخبيط، وكتر خير الله ما حسيت بالجوع، ما كان أبدا عم يجيني يعني شيء إنه بدي أكل أو بدي أشرب أبدا. هاليومين مر علي ما كنت حاسس إنه أنا لازم أكل أو لازم أشرب. كنت بزيارة عمل أنت وصديقك؟ أنا والياس رحنا نجيب أغراض قطع للبساط، يعني نحن عنا بساط نأجر بساط، فرحنا نجيب لهم قطع من تركيا لأنه هي المتوفرة قطع بتركيا، لأنه البساط لعنا هي صناعة تركية، فرحنا نجيب له قطع من تركيا. كنا أول نهار بعدنا بنوصل على الأوتيل، يعني ما قلنا 3 ساعات واصلين على تركيا وبدنا ننام، ومننا ما في 3 ساعات صار بالهزة. شو اللي بتعتبر صار مع الياس؟ يعني هذا قدر، هذا نصيبه، لأنه الياس ركض قدامي من الغرفة. الياس لما ركض من الغرفة طلع قبلي، قلت له ياس الكود على الدرج، انا قلت له خليته قدامي كون هو اول مره بيجي على تركيا وبفوت على هالاوتيل اول مره، قلت انا خليه يضل قدامي انا ضل وراه. ياس الكود ركضنا بالممشى الكوريدور شي حوالي 10 امتار انقطعت الكهرباء. لما انقطعت الكهرباء كان بوقت الاوتيل حاسينه كثير عم بيموج، يعني ما بقى ثابت الاوتيل وما عاد شفنا شيء.
في شيء لإلي يمكن القدرة الإلهية، شيء ضربني على مالة اليمين وقعني بالأرض لإلي، وعلقت محل طلعت الآن بين عواميد بطون، وصرت أسمع صوت الياس عم بينشدني بالوقت، لأنه كنت حسيت أنه قصت علي السقف وقصت أطبق علينا كل شيء. يعني كانوا يعني صعبين كتير 52 ساعة اللي قاعدهم تحت، الله لا يدوقهم لحدا. أمضيتهم بنفس المكان أو كان فيك تتحرك؟ لا لا، ما كان فيني أتحرك أبدا، يعني نايم على ظهري، نايم على ظهري وراسي نزول، يعني كانت الأرض ميلة، أنا نايم على ظهري وإجري لفوق وراسي لتحت، كنت أقدر بس أبرم شوي على جنبي أرجع على ظهري، يعني أخذ شوي جنبي ظهري، ما كان فيني أجرب أقلب راسي لفوق وحط إجري تحت، ما كان فيني أقلب البوزيسيون اللي أنا نايم فيها، ما كان فيني أبدا أقلب. جربت اليوم كونك عشت هيدا الشيء، شو بتقول للناس اللي خيفاني يلي عم تسمعنا وتشوفنا؟ شو هي نصيحتك لهم باسل حبقوق الناجي من زلزال تركيا؟ نصيحتي انه يعني شو انا بدي انتقل بقول لهم، يعني اللي عمر ما تقتلوا شدي اول شغله، واللي بين بحسب اللي بين معنا بالاوتيل بالزلزال، مثل ما حكى اليوم على التلفزيون شفت حدا بتركيا عم بيقول انه معظم الميتين هني كانوا هربانين ظاهرين من المحل اللي هني موجودين فيه، فالعالم تعمل من هلأ إذا بنحس بزلزال أو نحس بهزة تعمل خطة أنه أنا إذا صار زلزال بدي فوت تحت هالطاولة، بدي حضر حالي، بدي كون حاطة حدي كل شيء، مي، يعني شيء قاسي يكون الواحد يقعد تحته، برأيي أنه يكون أحسن ما يكون يركض لبرا الواحد، وخاصة إذا كان بالطوابق العالية لبنان ما بيلحق، لأنه الدراج أكثر شيء كانت الدراج مطبقة بالأوتيل ومقتل عالم نحن عنا بالأوتيل اللي كنا فيه، يعني لو أنا والياس نوصل على الدرج يمكن أنا والياس مطلعنا طيبين، لأنه الدرج اختفى، نزل الدرج تحت الأرض كله اختفى، ما قعد في درج. كان في لبنانية غيركم بالأوتيل؟ أنا ما بعرفهم، أنا وصلت وحدي وربع على الأوتيل أنا والياس بالليل، من بعد ما أنا ظهرت ورجعت جيت على أنطاكيا كنت بدي دور على الياس، لأنه ما كنت بدي أرجع والياس مش معي، صار يقولوا كان في شاب اسمه محمد المحمد، صرنا نساعد فرق الدفاع المدني ندور عليه، رجعوا إجوا الدفاع المدني اللبناني المشكورين الشباب اللي هن يعني لبوا الصرخة وطلعوا على حسابهم الخاص، صرنا نساعدهم لندور على الياس وعلى محمد الياس. الحمد لله على السلامة باسل، والله يرحمه الياس، أهلا وسهلا فيك. يعني الجالية اللبنانية كان لها حصتها في الزكور من طرابلس، عائلة في عائلة إبراهيم خلف أيضا من طرابلس، في عائلة من زغرتا، في عائلة من سور، يعني في عائلات لبنانية كتير، ومثل ما سمعنا هلأ الأستاذ باسل حبقوق الناجي أنه يمكن مثل ما ذكرت يضل واحد بمكانه هو الشيء الأأمن خلال حدوث الزلزال. نعم، الله يرحم اللي ماتوا، بعرف أنه في كتير ناس عائلات هربة من لبنان لتروح تستقر بمحل تكون قادرة تأمن معيشتها وتعيش أولادها بعيشة أفضل، بس مثل ما قال باسل انه هيدا قدر الله سبحانه وتعالى، ما في الواحد يهرب منه. الان نحن في حالة طوارئ، نعتبر حالنا في حالة طوارئ، كل رب منزل وكل رب كل ربة عائلة تحاول تاخذ مكان امن، تحاول تاخذ مكان امن، تحاول تخترع مكان امن تحط فيه بعض الادوات اللي هي مي، اللي هي فواكه مجففة اللي فيها سكر، الأشياء اللي هي فيها مثل المكسرات اللي بتعطي طاقة، تحطهم تعتبر انه هيدي الزاوية هي ملجأي، هي صلاتي، ليكونوا يعني قصدك قريبين عليهم اذا احتاجوا لهم لل... صحيح، ممكن تكون طاولة السفرة بالصالون يغيروا لها مكانها، يحطوها بمكان افضل، نغير عاداتنا شوي هالفترة هيدي، انا ما بخوف الناس ولكن انا عم بقول لهم للناس انه حسب مشاهداتك يعني واللي شفته بتركيا يمكن من خلال اللي قمتوا فيه. أنا مشاهدات اللي شفتها بتركيا شيء مهول، شيء لا يصدق، بتتبع المثل اللبناني الحكي مش مثل الشوف،
والريحة والوضع المأساوي اللي هن فيه، هذا شيء لا يقارن. يعني انت عم تحكي 10 ولايات مدمرة شبه تدمير كامل، البناء اللي واقف في خطر تفوت عليه، فهذه مأساة، مأساة يعني مأساة القرن أنا بعتبرها، لأنه أنا عشتها ولمست اللي فيها. نحن كنا بالنهار، نحن بالنهار بأنطاكيا كنا نشم ريحة الجثث بملاي الدنيا، بالليل تخف شوي يمكن لأنه تنزل درجة الحرارة، بس بالنهار الساعة 10 بعد ما تقوى الشمس كان الوضع كارثي بالبلاد. فهذا موت منه سهل. فلذلك على كل عائلة تبلش تاخذ الاحتياطات. كمان أنا بتوجه للدفاع المدني ولكل التلفزيونات اللي تقطع البرنامج وتحط برامج هني ما توجيهية. شافوا مثله بتركيا من 1939 يقال أكيد لا، الكزلزال كزلزال بقوة هيدا. بكزلزال بقوة هذا ما بعد، يعني في يعني الآن عم يحكوا، الآن بيحكوا الأفاد أو الأتراك بيقولوا إنه نحن تعداد الأموات يفوق 100,000 وليس 40,000. كما عم يقال هلا إيه، ايه لأنه أنت ما تنسي إنه أنت ما تنسي إنه رح تختلط الجثث بالدمار. هيدي الجثث اللي هي بلشت تتحلل. أنت طول ما الواحد في نفس وفي كذا، في شيء عم بيحركه، في شيء بضله الله سبحانه وتعالى جدا، بس لما تموتي وتروحي يوقف كل شيء فيك، هذه الجثث بلش تتحلل بعد 10 أيام. أصلاً من بين اللبنانية يقال إنه بعد في مفقودين ما التقوا. إيه يعني نحن كنا ننتقل من مخيم اللي كنا فيه لمكان عملنا بالمستودعات اللي كنا عم نشتغل فيها. كان في منطقة يمكن أكبر من بيروت عاملينها مقابر جماعية، كنا نروح الساعة 9 مثل ما قلت لك، نرجع الساعة 11، بالوقت اللي نروح فيه زحمة سير بسبب الدفن، والرجعة زحمة سير بسبب الدفن. نروح نيجي نلاقي الشواهد تعيد اللدك صارت أكتر بكتير، يعني حجم الموت كبير. فلذلك لازم نوعى، نحن لازم ناخد هيدي التجربة، مش لنخاف لا، لازم نقوى أكتر. لازم الأم والأب يوعوا الأولاد ما يكونوا ضعاف، ما يكون في لأنه خوف وهلع، إيه بالعكس. ايه يعني انت ما جاي عم بتقولي انه ممكن تيجي قذيفة علينا تضرب هون، هذا مش بإيدنا ما بإيدنا. بالأساس، ايه يعني يعني كل واحد رح يرتعب على طريقته، ناس رح تقوم دغري، ناس رح تضل مكانها، بس كمان لما عم تشوف الأمور عم تتحرك قدامك مش سهل إنه ما تقوم وتتحرك. صحيح صحيح، لازم نتثقف، نتوعى، رح ندور. ننتقل استاذ محمود ماضي نحن وياك الى غازي عنتاب. معنا مريم عطله المتحدثه باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بتركيا. مريم صرتي نعم. معنا نعم عبر تطبيق زوم، اهلا وسهلا فيك. بنقول لك الحمد لله على السلامه. بتوضعينا بالاجواء تقريبا بعد 20 يوم من وقوع الزلزال الاول، وشفنا زلزالات تبعته، يعني شو بتخبرينا شو الوضع اليوم بغازي عنتاب؟ شكرا كثير لاستضافتكم. يعني اكيد ما فينا نقول انه ما صار في هلع، ما صار في يعني خسائر، والناس عن جد يعني نحن بنشوف انه الحاله النفسيه اللي عم تعيشها هيدي الناس كثير صعبه. كيف ممكن تساعدون ليتغلبوا على هالمرحله اللي عم بيعيشوها، خصوصا انه عم بيتكرر هيدا الشيء؟ يعني للأسف نحن ما فينا نتنبأ قد ايه رح يتكرر هيدا الشيء أو شو جايينا بالأيام المقبلة، ولكن نحن كاتحاد دولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر على استعداد إنه هلأ نبلش نفكر بحلول مستدامة. وهالحلول المستدامة يعني هلأ لأنه عم ننتقل من مرحلة كنا أول شيء إغاثة وطوارئ، بس هلأ في الناجين، بدنا نشوف كيف فينا قد ما بقدر الإمكان إنه نستجيب للحاجات الإنسانية يلي ارتفعت كتير بهذا الشهر. فيلي عم نجرب نعمله هو إنه نستجيب بكل يعني بكل الطرق، من ناحية الصحة، من ناحية المأوى، حتى بدنا نبلش نوزع يعني نقد للناس يلي يعني تشردت من بيوتها وبطل عندها يعني حتى يمكن أشغال، بطلت تقدر تشتغل، المصابين. بس برجع كمان بشدد
عن جديد عن موضوع الصحة النفسية يلي كمان شركائنا على الأرض الهلال الأحمر التركي عم بأمن الدعم النفسي الأولي للأطفال ولا كمان الناس يعني الكبار بالسن، لأنه عن جد وحتى يعني في ناس هونيك للأسف المناطق المتأذية فيها كتير عدد لاجئين سوريين هن عاشوا الحرب بسوريا وهربوا من سوريا، يعني إجوا على تركيا على أساس أأمن مكان رجعوا آمن أكثر. يعيشوا الصدمات. في مشردين كتير كمان، وفي حاجة يمكن لمساكن، لوين عم يتوجهوا؟ يعني في خيم نصبت، والباقي وين عم بيبيت الليالي؟ نعم، هي من أول لحظة يعني هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بدعم من الهلال الأحمر التركي دغري نصبوا خيام بأماكن يعني تحولت لمأوي مؤقتة، يعني مثلا بهتاي، في مش بس بهتاي يعني بكذا منطقة في بارك يعني كانوا يروحوا عليه العيال الأولاد لحتى يلعبوا وينبسطوا، كلها هيدي تحولت لمأوي مؤقتة مليانة خيام لحتى تقوي كل هال يعني آلاف الناس آلاف العائلات يلي اتشردت من بيوتها. حاليا ما في بعد خطة رسمية أو معينة لحتى تنقل الناس من مناطق معينة أو إنه يعني نزوح جماعي أو شيء من هذا النوع، يعني بعد الأمور هلأ مؤقتة وبعد في يعني بناء لخيم. يعني مثلا امبارح الزلزال اللي صار مزبوط ما كان حجمه بكبر قبل، بس كمان تم بناء بعض الخيام كرمال تقوي بعض الناس. بالنسبة للمساعدات مريم عطلة، شو هن بحاجة هلأ؟ حجم المساعدات أكيد عم بيضلوا قليل بالنسبة اللي صار بتركيا وبزلزال تركيا. يعني حجم الخسائر حجم الكارثة كله سوا ما حدا كان أبدا متوقعه أو محضر لإله، وبالتالي اللي فيه يقوله إنه نحن كاتحاد دولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر أول ما صارت الكارثة قدمنا نداء طوارئ، أول شيء بمبلغ 70 مليون سويس فرانك، بس نزلنا على الأرض وشفنا حجم الكوارث رفعنا هذا المبلغ ل 200، وهلا عم نطالب ب 450 بس لتركيا، ومجموع يعني 650 الباقي بيرجع بكون لسوريا، لانه عم نشوف انه الاحتياجات عم بتزيد وتزيد كل يوم ومن جميع النواحي، يعني المأوى، الصحة، مياه نظيفة، غذاء، يعني الحاجة يعني كمان الصحة النفسية، كل هيدا للأسف يعني قد ما يجي مساعدات عم نضل نناشد إنه المساعدات ما تتوقف وإنه يضل في دعم مستمر وتبرع مستمر. الله يقويكم مريم، انت إلك من أيلول بتركيا، مش بسبب الزلزال كنت رايحة تشتغلي بتركيا بأنقرة؟ نعم، أنا توظفت مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمقره الرئيسي بتركيا بأنقرة، وإنما من بعد ما صار الزلزال بطبيعة الحال كذا شخص انتقل لغازي عنتاب لأنه هي يعني من المناطق المتأثرة وتنكون أقرب على المناطق اللي بحاجة لمساعدة لحتى نستجيب. يعني يعني أنا جيت بمهمة ما كان أبدا هدفها تكون استجابة لطوارئ، كانت مهمة غير، ولكن هلأ بطبيعة الحال تغير كل شيء. الله يقويكم. أستاذ محمود، عندك شيء بتحب توجه لمريم؟ أول شيء بدي أقول لها يعطيكم العافية، ودايما يعني دايما اللبناني وين ما بيروح ببيض الوجه، أكيد هني عم بيوصلوا الليل بالنهار، بعرف أنا شغلهم لأنه أنا كمان يعني عضو بنفس الجمعية اللي هي فيها. بتمنى لها انه الله سبحانه وتعالى يقويها، وانا ابدا كل الكلام اللي قلته انا كنت عايشه لانه كنت هنيك. ف يعطيك العافية. شو بتقولي مريم؟ شكرا. شو بتقولي قبل ما ينتهي لقائنا معك؟ أي كلمة بتتوجهي فيها اليوم؟
يعني صراحة كلبنانية عم بستجيب لهيدا الشيء، كان شوي مؤثر إلي، لأنه شوي رجعت عشت التروما اللي عشتها بانفجار المرفأ. فالوجع اللي عم بحسوه الناس اليوم هلأ مزبوط هي كارثة طبيعية وغير سبب عن انفجار المرفأ، ولكن الأشياء اللي كنت عم شوفها، المشاهد اللي عم شوفها، الدمار، حالة الطوارئ كتير ذكرتني بانفجار المرفأ. فكان كتير بالنسبة إلي شيء حلو لما الإعلام اللبناني وحضرتكم هلأ تواصلتوا معي، حسيت هيك شوي إنه لبنان عم بيحكي معي بطريقة معينة. فشكرا الله للاستضافة. يقويكن مريم عطلة، انتبهوا على حالكن. كنت معنا من غازي عنتاب، متحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتركيا. شو رأيك أستاذ شكرا. محمود؟ الكلام اللي حكيته مريم جدا وصفة الواقع الحقيقي اللي المأساة اللي هي فيها، والأرقام اللي حكيتها بالأرقام المالية هي أنا بظن رح ترتفع أكثر بكثير رح يكونوا بحاجة لأكثر. لأكثر، لأنه بالفعل هيدي المناطق اللي هي موجودة عندك أكثر من مشكلة. عندك مشكلة التهجير السوري اللي موجود عندهم، عندك مشكلة الإيواء، هي كانت عم تحكي عن بارك، أنا بحكي بنفس المنطقة اللي هي عم تحكي عنها عن بارك، أنا بحكي عن ملاعب فوتبول ضخمة بالمنطقة تحولت إلى خيام. مخيمات، عم بت بعض المؤسسات الدولية عم بتحاول ترعى. إذا بتشوفي حجم الخيم اللي عم تنصبها الأفاد اللي هن إدارة الكوارث بيدها، بتلاقي وين ما كان في خيم، اي مكان في فسحة عم بيكونوا عم يحاولوا ينصبوا خيام. عندك مشكلة الماء، مزبوط. ما هذا هو الآن المأكل، المشرب، الأدوية في كبار بالسن، في الحليب للأطفال. نحن وصلنا صرنا الشنط المي، الأنان المي هي اللي نغسل فيها لأنه ما في مي. ايه بعد شبكات المي. بعد كم يوم نحل هذا الموضوع. عندك الكهرباء، عندك يعني مأساة من كل النواحي. قد ايه بتاخد برأيك للتعافي من هيدا الزلزال وما تبعه؟ يعني أنا بظن إنه الكلام اللي عم ينقال إنه بده عام لإعادة، أنا بظن العام هذا شيء قليل. يعني أنا بظن إنه بدهم وقت أكثر لإعادة البنى التحتية. أنت عندك بنى تحتية، عندك بناء، عندك ملايين الناس صارت بدون مأوى. أنا بدي أعطيك مثال، الأتراك أخذوا قرار وقفوا الدراسة بالجامعات وحولوا كل الجامعات مع السكن الجامعي لمراكز إيواء. نحن وقت اللي انتقلنا من هتاي لنسافر على أضنا قعدنا بسكن جامعي، هذا السكن الجامعي فيه 4800 سرير بجامعة واحدة، هيدا كلياته بقلب منه ناس بالمعنى التهجير، هن مهجرين وهن عاملين لهم مطبخ وهن عاملين لهم كذا. فهذا الوقت بظن ياخد وقت طويل، بظن انه في 6 شهور، اول 6 شهور ليركزوا يعني حالهم. بعدك ضمن الإغاثة أول ست اي شهور، اي يعني عم بتأمن لهم كل شيء لتشوف كيف بدك تأمن لهم المستقبل. انا بظن 6 شهور بتتوضح الخطة وبتنحط لها اسس، بعد ال6 شهور بلش التطبيق العملي لانه اعادة الناس. الآن عم يبنوا في مناطق، عم يبنوا فيها سكن طوارئ، ما عم يبنوا خيام، عم يبنوا بيوت، بيوت من حجر خفان. يعني في تحرك سريع قصدك تقول على الأرض، في دولة، في دولة. نقطة على الصفر. مش حابب تفوت بالموضوع السياسي، خلينا أبدا بموضوعنا أبدا أبدا. الكارثي. معنا عماد بزي، مدير التواصل بمنظمة إنارة، أيضا من غازي عنتاب، ولكن عماد عمل جولة على كل المدن المنكوبة. عماد أهلا فيك. أهلا بحضرتك. خبرنا شو مشاهداتك اليوم بغازي عنتاب والمدن المجاورة بجنوب تركيا مكان الزلزال. يعني أنا شهادتي منقسمة لقسمين، أنا أولا لبناني مقيم وأعمل في غازي عنتاب،
وكنت أعتبر نفسي من الناجين من الزلزال، ما بيتي تضرر بشكل كبير، بس لحسن الحظ أنا مقيم بمبنى مقاوم للزلازل، فاقتصرت الأضرار على أشياء مادية بسيطة. الشيء الثاني من الشهادة، أنا شخص بشتغل وعمل في منظمة إنارة، يلي هي المنظمة بتساعد الأطفال وبتساعد المتأثرين بالحروب أو الكوارث. عملياً عملي الإغاثي خلاني أضطر مش بس عيش التجربة كشخص نجا من الزلزال، أنا عشت 5 أيام بالسيارة أنا وزوجتي لأنه ما كان في أنا محل نروح عليه، أمام المبنى المتصدع طبعاً. بعدين بس أمنت على زوجتي وصار ببيروت، رجعت أنا لشارك بعملي اللي هو العمل الإغاثي. انطلقنا من غازي عنتاب كفريق إنارة إلى مختلف الولايات التركية، عملنا برمة كتير كبيرة على كل الولايات، عملنا تحديد للحاجات الأساسية واللي تحتاجها الناس اللي موجودة بالخيام وبالطريق وبالشارع. قدرنا عبر التبرعات وعبر شبكة إنارة أنه نجمع هذه التبرعات ونباشر بعملية توزيعها، إن كان بالأكل بالمرحلة الأولى بالتنسيق مع أفاد اللي هي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وأيضا بلشنا هلا نوزع شيء بنسميه نمفض أيتمز اللي هن الأشياء الأساسية اللي بتعوزها الناس غير الأكل، يلي هي اللباس، يلي هي الأشياء اللي بيحتاجوها مثل لمبة يحطوها بالخيمة أو بمكان الإقامة، وسائل التدفئة هاند وورمز يعني أشياء بتدفي الإيدين للأطفال، حليب الأطفال، الحفاضات، المستلزمات النسائية، فراش الأسنان، لأنه دائما نحن بننسى إنه في شيء أساسي للعمل الإغاثي هو إنه نسمح للشخص اللي تهجر أو صار بمكان آخر إنه يضل يشعر بقيمته الإنسانية وبخصوصيته، فنحن بنحاول نلم هالأغراض كمان بشكل فردي لكل الأشخاص لكل المتضررين. نحن بداية عملنا مسح كامل للإحتياجات، وبناء على هذا المسح بينزل فريق بيعطي كل عائلة شو هي بحاجة. شو أبرز الحاجات اليوم غير اللي تأمنت اليوم، من شو بتشكو؟ شو النقص؟ النقص طبعا هو كتير كبير، لأنه نحن عم نحكي عن مأساة متكاتبة. الناس اللي تضررت من زلزال هي شريحتين، الشريحة الأولى هي الشريحة التركية يلي مستضيفة أيضا شريحة لاجئة ونازحة من العائلات السورية، خاصة أنه هذا الزلزال صار بمناطق قريبة على الحدود، وبالتالي في كمان ناس عاشت الصدمة مرتين، صدمة الحرب في سوريا وأيضا صدمة الزلزالين اللي حتى صاروا 4 هلأ، صار نهار 2-1 كمان مؤذي أدى إلى سقوط المزيد من الأبنين، ففي ناس عم تعيش الصدمة مرتين. عم أقول هذا الشيء لحتى أوصل النقطة والاحتياج الأساسي اللي صدده هلأ هو تأمين الصحة النفسية والمشهورة لهذه العائلات وهالأشخاص، إن كانوا أتراك أو سوريين أو من أي جنسية كانوا، لحتى يعرفوا العائلات والأطفال يتعاملوا مع هذه الصدمة. منظمة الصحة العالمية تقول أنه الصحة هي مش بس غياب المرض، هي حالة من التكامل الجسدي للصحة النفسية والجسدية، يعني واحد ما في يكون سليم إلا إذا كان صحته الجسدية والعقلية سليمة. في حاجة كبيرة جدا هلأ للصحة النفسية، وزارة التربية التركية حطت خطط جيدة جدا لتوصل للأطفال بالمدارس، لما بتعرف لازم يكون في أطباء نفسيين يعني عم بيواكبوا هيدي القصص. صحيح، في أطباء أخصائيين موجودين مع فريق أستاذ محمود، نحن عم نفتح مركز كتير كبير نقدر نستقبل فيه. استاذ عماد بزي معي، استاذ محمود ماضي قائد بعثة الكشاف المسلم كان على هاتاي التركية، بده يوجه لك سؤال. استاذ عماد اول شيء يعطيك العافية والحمد لله على سلامتك انت والعائلة. سؤالي هو انه نحن كفريق عمل نحن عندنا بعض الدكاترة والاشخاص المدربين معنا بالموضوع النفسي، نحن منحط حالنا بتصرفك من الآن، إذا أنتوا بتحبوا وقادرين نحن قل لي نحن جاهزين لأي مساعدة بأي وقت كان، وممكن ننسق وأي شيء بدك إياه نحن جاهزين. أنا بدي أتشكرك كثير، لأنه نحن هذه المبادرات اللي عم تجي هي اللي عم تساعدنا. إنارة موجودة بعدة بلدان، نحن عنا كمان فريق موجود بأوكرانيا هلأ عم نشتغل نفس الشغل.
يعني دائما همه الاشخاص اللي عم بتكون عم يقدروا يقدمونا مساعده هي اللي بتخلينا نطور برامجنا اكثر. انا كثير بتشكر هالمبادره تبعك، اكيد رح نتواصل. نحن عندنا مركز كبير عم نفتحه بغازي عنتاب هلا، وحيكون في مراكز زوالي بكل المدن، خاصه بهاتاي وبسمنداغ ومحل ما صار زلزال التنين، وهي المناطق المتضرره. رح نتواصل، نحاول نتواصل مع كل الناس. عندنا فريق عمل فيه اطباء وممرضين واخصائيين ومعالجين نفسيين، بس بحاجه ناس لاي مساعده نقدر ناخذها، خاصه من اهل الاختصاص. فانا كثير بتشكرك، نحن بحاجه، نحن اي متطوع بيقدر يجي، بنقدر نامن تكاليف سفره، ولكن نقدر نامن تكاليف اقامته والمعيشه بالسنتر. عندنا عم ناخذ سنتر كثير كبير نستقبل فيه الناس، فاكيد رح نتواصل، واكيد انا كثير بتشكر جهودك ويعطيكم العافيه على شيء كثير كبير اللي عملتوه. استاذ عماد بزي الناجي اللبناني مع زوجتك، شو هي نصيحتك اليوم؟ بنعرف اللبنانيه عم بيعيشوا ارتدادات الزلزال، شو هي نصيحتك لهم؟ يعني في الشغله هي دائما دولتنا اللبنانيه بتاثر فيها، على عكس الشغله الموجوده هون بتركيا. لما صار الزلزال هون الاطفال قبل الكبار عرفوا كيف بدهم يتصرفوا. في ناس للاسف لم تتح لهم الفرصه انه ينجوا بحياتهم، لان الامور صارت بسرعه كثير، بس الاشخاص اللي كان معهم وقت اكثر عرفوا يتصرفوا، لانه كان في توعيه على موضوع الزلزال وكيفيه التعامل معه، لما يصير في حالات طوارئ شو ممكن نتصرف. نحن بلبنان بحاجة لتوعية على المواضيع، بحاجة لهيئة إدارة كوارث أفضل من الموجودة. نحن نتذكر وقت انفجار بيروت، لأنه كمان كنا على الأرض شفنا حالة التخبط اللي كانت عم بتصير بعد هلا أثر الزلزال المدمر، أثر التفجير المدمر بعدها موجودة ببيروت. الناس بحاجة لوقت لتطلع من هذه الصدمة النفسية. نحن بحاجة لتوعية بالمدارس، بحاجة لإدخال هذه المواد إلى النظام التعليمي اللبناني، بحاجة للناس تكون تعرف تتصرف في هيك وقت، وبحاجة يعني كنا من شوي عم نحكي عن أفاد عن هيئة الإغاثة والطوارئ بتركيا، تم نشر اليوم الأول فقط أكثر من 1,000,000 خيمة. نحن بلبنان إذا بدنا نجيب يلي بالسوق موجود ما بيطلعوا 1,000,000 خيمة، فالجماعة مجهزين. نحن نفتقر بلبنان إلى التوعية والتدريب، ونفتقر الى يعني المستلزمات بحال مضطرين نحن نواجه كارثه من هذا النوع. طبعا في مشاكل اخرى لها علاقه بالمباني. انا برجع بقول لك المبنى اللي انا عايش فيه مقاوم للزلزال، بس تكسر كله، لانه شغلته يتكسر بس ما يوقع، شغلته كله يطق ليخفف الضغط على العواميد وما ينهار على رؤوس الناس. انا عم اتخيل لا سمح الله وبعيد الشر اذا صار شيء مشابه بلبنان شو ممكن التداعيات تكون؟ هل نحن مجهزين؟ هل المستشفيات تبعنا قادرة تتحمل هذا الضغط؟ نحن بنقول لك الحمد لله على سلامتكم، واكيد الله يقويكم. عماد بزي مدير التواصل بمنظمه إنارة كنت معنا من غازي عنتاب. استاذ محمود ماضي قائد بعثه الكشاف المسلم بلبنان الى هاتاي التركيه، شو هي كلمتك الاخيره اليوم؟ أول شيء أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يبعد الضربات عنا كل اللبنانية بدون استثناء، لأنه وضعنا نحن مأساوي صعب. كل اللي عمرونا الأبنية أصحاب ضمير نحن بلبنان الحمد لله، فهذا بخوف أكثر وأكثر. أنا بتوجه للأهل ولكل الأهالي، إن أميات أو أيات أو أي شخص مسؤول، نحاول نهتم بأطفالنا بأولادنا، نوعيهم، نسحب من إيديهم هالتليفونات، وسائل التواصل الاجتماعي نخففهم بين إيديهم، نوجههم لمؤسسات تربوية مثل الكشاف، مثل المؤسسات اللي هي فيها عمل اجتماعي لتوعيتهم. هذه التوعية والتربية لها كثير 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 آثار جيدة وقت اللي نصير نحن بكارثة. نحن ما بنعرف قيمة حقيقة المؤسسات هيدي إلا بهذا الوضع. الله يقويكم وتضلوا بهالهمة. أصدقائي المستمعين والمشاهدين، لهون بتنتهي حلقة حكاية الانتشار، وإن شاء الله ما بتتكرر الزلازل. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بحكاية تميز جديدة بالخارج.